خلينا نروح معاكم دلوقتي مدينة العلمين اللي بتشهد الآن فعاليات سباق الهيجن اللي بيشارك فيه حوالي 790 متسابق من عشاق هذه الرياضة من مختلف المحافظات. خلينا نتابع تفاصيل أكتر في هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. انطلقت فعاليات مهرجان سباق الهيجن بالعلمين بحضور كثيف من ملاك الهيجن من كل المحافظات وجمهور متابعي السباقات وسط منافسة مثيرة بين ملاك الإبل على أرضية مضمار سباقات الهيجن بالعلمين، وحيث انطلقت الأشواط باستخدام الراكب الآلي الذي يتحكم في قيادته المدرب عن بعد. السباق ينظمه الاتحاد المصري للهيجن بدعم من اتحاد سباقات الهيجن بالإمارات، ويشارك فيه نحو 790 جملاً من محافظات سيناء والصعيد والقناة ومحافظات مطروح والوادي الجديد، بالإضافة إلى مشاركات من ملاك هيجن من القاهرة والجيزة والشرقية. ويقام السباق على فترتين صباحية ومسائية ويتجدد مع أشواط الختام. شارك في انطلاقة السباق ممثلون عن الاتحاد المصري والإماراتي لسباقات الهيجن وأعداد كبيرة من ملاك الإبل من كثير من المحافظات، حيث إن السباق مقسم ل 32 شوطاً بينها شوطان بالراكب البشري وبقية الأشواط بالراكب الآلي. واكتمل وصول الهيجن المشاركة في السباقات لميدان العلمين قبل يومين، وهي من الإبل المملوكة ل 25 قبيلة من محافظات مصر، وقد تم تقديم الدعم والرعاية لهم لتشجيع الهجان على تربية الإبل وتحسين مستواها، حيث يعد هذا السباق تنشيطياً ضمن سلسلة السباقات التنشيطية التي تنطلق على أرضية ميادين سباقات الهيجن بعموم محافظات مصر، ويحصل كل متسابق مشارك من الفائزين على جوائز مالية تشجيعية.